بجد التحية بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بضيفي وضيفكم النهاردة كابتن محمد سعد، المدير الفني لفريق 2004. ازيك يا كابتن محمد؟ الحمد لله تمام. ازيك يا كابتن اسامة؟ مشرفنا ومنورنا النهاردة. ربنا يخليك، الشرف ليا وانا سعيد ان انا بشوفك النهاردة في بالنسبة لك اول حلقة تقريبا في السنة الجديدة. كل سنة طيب. وانت طيب يا حبيبي، ربنا يكرمك وان شاء الله كده تبقى سنة جميلة على النادي الاهلي وجمهوره ان شاء الله. امين يا رب ان شاء الله. قول لي بقى في البداية كده كابتن محمد سعد، كم سنة تدريب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ انا يمكن حوالي 12 سنة. 12 سنة بس كانوا 7-8 سنين ورا بعض، وبعد كده اتقطعت حوالي 4 سنين او 5 سنين، وكده رجعت تاني بحوالي 3-4 سنين كمان. يعني تقريبا حوالي 12 سنة ان شاء الله. كان في محطة في النص كده ما بينهم مع كابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر وقتها الشباب، وحققتوا انجاز ما شاء الله كأس الأمم الأفريقية ووصول كأس عالم، وقدمتوا مواهب للكرة المصرية. كلمنا عن الفترة دي، ان دي فترة مهمة جدا في تاريخ قطاع الناشئين. الفترة دي كانت صعبة جدا. ولأن وقتها ما كانش في نشاط للكرة في مصر، كان الدنيا متوقفة، فما كانش فيه مسابقات للدوري، فكنا شغالين اكننا نادي. ففي شغالين يوميا. يوميا اكننا نادي، لان انت عارف المنتخبات لو الدوري شغال بيجي في وقت من الاوقات بتسقط على جزء من الدوري وبتاخد فترات وبتبتدي تشتغل فيها. انما الفتره دي انت عندك مساحه زمنيه كبيره وعندك عدد من اللعيبه، فقفلت على نفسك فتره مناسبه جدا كويسه جدا، قربت من اللعيبه وبتشتغل كنادي. تمام. ف50 لعيب مثلا القوام بتاع المنتخب، بتدخل ده وتطلع ده وتجرب ده وتجرب ده وبتحفظ وبتشتغل، فالموضوع كان مفيد جدا. ويمكن الحاجه الصعوبه دلوقتي بالنسبه للمنتخبات والمنتخبات اللي بعد كده واللي قبل كده، المساحه الزمنيه اللي بيشتغل فيها المدرب مع اللعيبه فبتبقى قليله. فيعني صدفت والحمد لله، يعني كانت في صالحنا وصالح اللعيبه، واشتغلنا مع لعيبه مميزين جدا. عايز اعرف بقى ايه ابرز المواهب اللي اشتغلت معاكم في منتخب الشباب في الفتره دي وظهرت بعد كده؟ كل اللي كانوا موجودين كانوا مواهب. وكان ممكن يبقوا قد كده، وفي اللي ظهر في ناس كانت تانيه كان ممكن يظهروا ويعدوا ويتفوقوا على الناس اللي احنا ممكن نتكلم عليها لو كان يعني معلش كان يبقى في تنظيم شويه. تنظيم منتخب الشباب يخلص يطلع يكمل في منتخب اولمبي. تمام. يعني انا بتكلم على اللعيبه، سيبك من المدربين واشكال. لا انا بتكلم على المدربين، يبقى في رؤيه للجيل دوت بالظبط كده، يعني اللي خرج منه مواهب بعد كده بالظبط كده. كان في ياسر ابراهيم، كان في اسامه ابراهيم، كان في تريزيجيه، كان في صالح جمعه، كان في كوكا، كهربا، مسعد عوض، كهربا، رامي ربيعة، احمد رفعت، رامي ربيعة، مسعد عوض صح. كان في لعبة مميزه كويسين جدا. ويعني لو كان في استمرار شويه للعيبه، ما بنتكلمش على المدربين، بنتكلم للعيبه ان هو تخطط ازاي للجيل ده بالظبط كده، تخطيط بالظبط كده. طيب عايز اخدك بقى لوقت تاني مع سموحه برضو، مع كابتن حماده صدقي. ما شاء الله في الفتره دي تاني دوري على ما اعتقد. وتاني كاس مصر، ده من اكبر انجازات سموحه في الفتره دي وانت متولي مع كابتن حماده صدقي. فالحمد لله كانت الفتره مميزه فيها مش انجازات وحاجه بتتحقق حاجه كويسه. فمن ضمن الخطوات او المحطه اللي بعد كده كان في سموحه. كان في تغيير فني في نص الموسم تقريبا. تمام. ورحت انا وكابتن خالد مصطفى مع كابتن حماده صدقي. تمام. والحمد لله اشتغلنا. كان وقتها في مجموعه دوري، مجموعه ومجموعه، كان مجموعتين الدوري، كان مجموعتين فعلا. فكان الحمد لله في نتيجه كويسه وفرق هدف عن النادي الاهلي، كان بقينا احنا الوصيف بعد كده. وماتش الزمالك كان في مشكله وكانت صعبه شويه على اللعيبه، ان هي خبراتها قليله ويبقى في اعتداء على الاتوبيس بتاعهم. فكان الموقف صعب شويه للعيبه، وانما لعبنا وكان برضه فكانت موسم حلو. السنه اللي بعديها كملت انا مع لافاني. كان مدرب اجنبي، وكان كابتن حماده برضه ابتدى الموسم، انما ما حصلش توفيق في اول حوالي 4 ماتشات كده. وبعد كده كملت مع لافاني شويه كده، وبعد كده الدنيا ما اتظبطتش يعني. 2004 بقى ورجعت بقى النادي. 2004 عايزين نتكلم بقى على 2004. يعني الجهاز الفني اللي شغال مع حضرتك في كابتن معتز اينو مدرب عام، وفي كابتن انور وجدي مدرب حراس مرمى، وفي اداري عمار، وفي مدير قطاع طبعا كابتن فتحي مبروك،
عايز اعرف بقى الاداره حبيبنا طبعا كبير كابتن فتحي يعني ما شاء الله مع كل الفرق وهشام حنفي طبعا نائب الفتر عايز اتكلم بقى عن علاقتك بمعتز يينو خاصه يعني يينو لسه اول سنه تدريب السنه دي فمع كابتن محمد سعد فالعلاقه بقى حتى انا بشوف العلاقه ما شاء الله لما 2004 لعيب بيحرز هدف بيروح لكابتن محمد سعد وبيروح لمعتز يينو فحتى في علاقه كمان كويسه مع اللعيبه ومع الجهاز الفني هو معتز طبعا معزته عندي كبيره عشان والده الله يرحمه الله يرحمه كان راجل جميل جدا وكان لعيب مميز وكان ليه رصيد عندي يعني في مواقف بره الكوره يعني فإينو طبعا مدرب واعد ومجتهد وبيشتغل واول سنه انا بعذره ان هو جه يشتغل معايا ياخد خبرات طبعا لا هياخد شغل كتير ومفيش اجازات وهتبقى فيه هيبقى فيه هرس كتير فاتمنى له يعني ان شاء الله تبقى سنه كويسه بالنسبه له وياخد فيها خبرات كويسه وبدايه السنه التدريبيه دي بتبقى صعبه شويه بيبتدي يعود نفسه على الصح ايه والغلط ايه ويعمل ايه وما يعملش ايه ويبقى مجتهد في 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 كده وساعات يعني بكلفه خلي بالك بكره هنعمل شغل معين حضر الشغل حضر هنعمل ايه وممكن نتناقش فيه او كده قبل التمرين بيديله مساحه يعني في الشغل لا انا اول يوم زي ما انا اشتغلت مع حبيبي وكابتني برضو علاء ميهوب اول سنه انا فاكرها اشتغلت معاه قال لي بص انت المدير الفني بتاع الفرقه دي كويس وانا شغال معاك يعني المدير الفني بيدي المدرب العام ثقه فانا قلت له نفس الكلام زي ما قلت لمدرب حراس المرمى انت المدير الفني بتاع حراس المرمى هتشتغل وتعمل كل حاجه ولو في حاجه هتلاقيني بتكلم معاك نفس الحكايه كلمتها مع معتز وقلت له الوضع 1 2 3 واعمل اللي انت عايزه بس هنتناقش فيه ونقول الصح ايه والغلط ايه والكلام من ده كويس قوي العلاقه دي لا لانه لازم كده ما ينفعش لازم يبقى فيه مشارك ويقول مساحه يتعلم وبعدين ورأيه. انا بتعلم منه يعني انا بتعلم قبليه فانا ممكن اتعلم حاجه هو بيقولها يعني ما التعليم او الخبرات او الواحد يصحح حاجه مش ما بتحتكرش على سن او واحد كبير او واحد صغير زي ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشه يعني دي زياره كانت مهمه في بدايه الموسم الكابتن محمود الخطيب وهو بيزور قطاع الناشئين يعني شفت الزياره دي واثرها ازاي يا كابتن محمد طبعا زياره مهمه جدا ويعني مش عايز اقول ما حصلتش قبل كده كتير انما رساله واضحه ان في تواصل كويس قوي ما بين مجلس الاداره والمدربين وقطاع الناشئين وان الناس قريبه والهدف واحد وان احنا بنعمل لعيبه ليها مواصفات خاصه والشعار بتاع النادي ده صعب جدا ان حد يفرط فيه بسهوله اذا كان لاعب او مدرب او واحد شغال في الجهاز تمام. والموضوع محتاج مجهود جامد جدا عشان يبقى شرف لاي لعيب ان هو يلبس التيشيرت عشان الرساله توصل للعيب بالظبط كده عايز اخدك بقى وارجع ورا لفتره الاختبارات كنت انا في بدايه الموسم بتفرج على مباراه ليك وكنت كسبتوه على ما اعتقد 6-0 وقتها وكان في لعيب مميز فبنسال عنه واحنا قاعدين بره قالوا لنا اللعيب ده من الاختبارات فعلا الاختبارات السنه دي طلعت مواهب لفريق 2004 لا هو الموضوع صعب جدا الاختبارات بتبقى اعداد وارقام كبيره جدا وتوقيتات بتاعتها صعبه جدا وفيها مشاكل كتير قوي بيجي لنا ناس بيبقى لعيب كويس قوي بس شكله مش مناسب للمرحله السنيه اللي هو نازل فيها انت قصدك في حته التسنين والتزوير لا حتى كمان في الاختبارات يعني بتيجي لا طبعا لا انا هاجي لها دلوقتي الموهبه قليله الموهبه قليله يعني بس احنا طبيعي ان احنا بنشتغل الاختبارات فتره كبيره بتاخد حقها كويس قوي بيبقى في مرحله اولى وثانيه وثالثه في الاخر خالص بتصفي على عدد من اللعيبه بعد المرحله الثالثه بناخدهم ممكن نصفيهم ثاني او بيخشوا على الفرقه وبنشوف اللعيبه المميزين فيها ايه فحضرتك بتقول انت الاختبارات بقى بتفرز فعلا ل 2004 او لكل فرق القطاع يعني السنه دي حطيتوا ايديكم على لعيبه مميزه خدتوها من الاختبارات دعمتوا بيها فريق 2004 متهيألي لا متهيألي لا بس كان في لعيبه كتير جت وخرجت انما لعيبه احنا خدناهم من ومضيناهم من اختبارات متهيألي لا تمام طيب لا يعني بتنزلوا للمحافظات او ممكن الكابتن محمد سعد بيدي يوم في الاسبوع
او كل فتره ان انت بتدي مساحه للعيبه مثلا جديده عايزه تيجي تشوفها في الملعب مع اللعيبه القديمه؟ احنا يعني محدد يوم كل فتره كل يوم حد بقى، يعني بيبقى عندنا بنلعب ماتش من الجمعه وبناخد السبت راحه، ويوم الحد بيبقى في مساحه من الوقت ان احنا نشوف اللعيبه جديد. فبيجي بنبقى متكلمين مع كل المدربين اللي حوالينا وكل الناس اللي عندهم اتصال بناشئين وكده، وبنتفرج عليهم نديهم جزء من التمرينه وبنتفرج عليهم كل حد لحد بعد كده لما بيبقى العدد بيزيد قوي. كابتن فتحي قال لا لازم نقنن الموضوع ده، فخلينا لها حد وحد لا، يعني اسبوع واسبوع وبنشوف لو حاجه كويسه بيبقى حاجه كويسه. بس عموما السن الصغير بتبقى فيه لعيبه كتير متاحه او ممكن يبقى فيهم لعيبه كويسين. طيب بمناسبه ان احنا بنتكلم عن الاختبارات، هنروح دلوقتي نشوف تقرير عن دليل الناشئين ونرجع لحضراتكم نواصل الحوار مع الكابتن محمد سعد. ليس كل من يلعب كرة القدم يمكنه أن يكون لاعبا محترفا. الأشبال يقدم لكم روشتة من 10 نقاط لتصبح لاعبا محترفا، ابدأ منها وتذكرها جيدا. لنبدأ من الإرادة، هي العنصر الأهم في هذه المعادلة، فبدون الإرادة والإصرار على أنك تكون قادر للوصول إلى ما تريد لن تحقق النجاح. إن أنجح الرياضيين العالميين فشلوا في بداية الأمر لكنهم أصروا على النجاح كانت النتيجة إيجابية. لابد أن تتأكد أنه من الصعب بل من المستحيل أن تنجح من المحاولة الأولى وحتى الثانية. استمر في المحاولة حتى تتمكن من النجاح، لا تدع أحدا يهبط من عزيمتك. الانضمام إلى نادي كرة قدم هو بداية الطريق إلى احتراف الكرة مهما كان لديك من مهارات، بدون أن تنضم إلى ناد يعطيك الفرصة ويصقل مهاراتك، فإن أهمية النادي تكمن في توفير الفريق الذي من الممكن أن يعطيك الفرصة للعب كرة قدم حقيقية، سيرشدك إلى الطريق الصحيح لتتعلم التقنيات والمهارات اللازمة. اللعب الجماعي، إن لعبة كرة القدم هي لعبة جماعية وليست فردية. إذا أردت أن تكون النجم الأوحد فننصحك أن تلعب رياضة فردية مثل التنس أو الملاكمة. وإذا أردت أن تلعب كرة القدم فعليك أن تتحلى بروح الجماعة، ألا تكون أنانيا حتى لا يكرهك بقية أفراد الفريق. الكثير من الموهوبين لم يحالفهم الحظ في النجاح لأنهم كانوا يلعبون بمفردهم طوال الوقت يحاولون أن يسجلوا بأنفسهم، وهذا خطأ. عليك أن تتشارك الفريق في اللعب. المهارات الأساسية، استلام الكرة، التسديد، الجري بالكرة، تنفيذ الضربات الثابتة، هذه كلها من الأمور الأساسية في كرة القدم عليك أن تتدرب عليها، وكلما تدربت أكثر كلما زادت هذه المهارات أكثر وأكثر. إطاعة أوامر المدرب، المدرب هو العقل المدبر لنجاح الفريق لأنه يرى في الملعب ما لا تستطيع أن تراه أنت، وحتى تتمكن من الاستفادة القصوى من خبرته تأكد بأنك لو لم تنفذ ما في رأسه سينتهي بك الأمر خارج الملعب. الالتزام والمثابرة، على لاعب كرة القدم أن يتدرب يوميا ولساعات طويلة، أن يلتزم بساعات التدريب، يركز أثناء التدريب. ليس هناك ما هو سهل في طريق الاحتراف لكرة القدم. عليك أيضا أن تبتعد عن كل ما يضرك أو الطعام غير الصحي. اللياقة البدنية، طول النفس وقوة التحمل أساسيان في كرة القدم لأن مباراة كرة القدم طويلة، وإمكانية الاستراحة تأتي بعد 45 دقيقة من الجري والقفز. من الممكن أن يتعرض لاعب كرة قدم إلى شد عضلي أو أزمة قلبية إذا ما حمل جسده فوق طاقته،
يمكن اكتساب اللياقة بسهولة من خلال التمرينات اليومية على الجري والسباحة وتمرينات اللياقة المختلفة والامتناع عن الأشياء الضارة بالصحة بالإضافة إلى الرشاقة والوزن الصحيح للجسم والأكل الصحي. السرعة من الممكن أن تكون لائقا بدنيا لكنك بطيء. من المهم جدا للاعب كرة القدم أن يكون سريعا لأنك ستلحق ما هو أسرع وأخف منك في كرة القدم وهو الكرة. اكتساب السرعة يأتي من تقوية عضلات الساقين والأفخاذ وعلى التدريب المتواصل على الجري. كلما كان اللاعب سريعا كلما زادت فرصته في النجاح. التوافق العضلي العصبي هو عنصر مهم جدا لأنك تستعمل عقلك في تحريك جسدك وتمرير الكرة وتقدير التسديدة وميل قوتها واتجاهها. لابد أن يكون عقلك وأعصابك قادرين على التحكم الدقيق بعضلاتك لتتمكن من تنفيذ ما يأمره رأسك. الذكاء وسرعة البديهة. إن لعبة كرة القدم ليست فقط مجرد أن تركض في الملعب وتمرر الكرات وتسدد على المرمى، إنها أيضا تكتيك وذكاء. عليك أن تشاهد من حولك من اللاعبين تمرر الكرة بطريقة محترفة وصحيحة، تحاول أن تتواجد في مناطق صحيحة وأن تفتح الملعب وأن تقرر أين ولمن ستمرر الكرة بسرعة وماذا عليك أن تفعل إذا حصرت. إذن بعد هذه النصائح، ليس كل من يلعب كرة القدم يمكنه أن يكون لاعبا محترفا. الأشبال يقدم لكم الروشتة. بجد تحية مرة تانية بضيفي الكابتن محمد سعد. عايز اخدك بقى النقطة كابتن محمد، مهمة جدا، ابرز المشاكل والصعوبات اللي بتواجه كابتن محمد سعد في دوري 2004. ايه بقى التسنين والتزوير، اخباره معاك كده؟ لا انا عايز اقول لك حاجة، الموضوع ده يعني هرجع فلاش باك كده الفترة كده، كان في منتخب مواليد 94. مواليد 94 كابتن محمد عمر هو اللي كان ماسك المنتخب ده. تمام. كابتن محمد عمر عمل اختيارات وقياسات وعمل اختار فرقه ولعب ماتشات وديه، والمفروض السفر للبطوله المجمعه كانت في السنغال تقريبا. هيسافر كمان اسبوع، ففي قرار من اللجنه المنظمه ان لازم يتعمل تيست للعيبه عشان يعرف الاشعه اللي هي على العظمه بتاعه الكلام. فيمكن قبليها مش باسبوع، يمكن يعني تقريبا، بس قبليها بفتره قريبه يعني. فطلع حوالي 10 11 لعيب الجهاز ده بيقول لا، ان هو دوت مش السن بتاعه. كبار. اللعيبه دي موجوده او كانت موجوده بتلعب في انديه. في انديه ومصنفين وبيلعبوا بقالهم سنه واثنين وثلاثه ولاعيبه مميزين في فرقهم. مره واحده لما حاجه زي كده تحصل يبقى الموضوع مش شكله صح، انما انا بالعقل كده وبالطب لا مش مظبوط. طبعا. فالكلام ده موجود لحد دلوقتي، بتعاني منه فعلا. موجود لحد دلوقتي يعني، لو انت بتروح 2004 وبتقابل مثلا اي فرقه بتلاقي فيه اعمار سنيه كبيره فعلا، يعني بتلاقي فيه ولد فارق في الفرقه الثانيه في السرعه وفي القوه. طب انا هقول لك على الموقف ده والموقف بتاع السنه اللي فاتت بالنسبه لي، ان انا كنت ماسك 2003. يعني انا واخد 12 بونت مثلا او 16 بونت من فرق فيها 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 تزوير، فيها تزوير كبار في السن، فيها تزوير. وبعدين يعني المرحله السنيه اللي هي بتاعه 2003 او 2004 دلوقتي، البراعم اللي قبليها ما بيسمحوش للناس اللي هي مسننين اللي هو ورقهم مظبوط. ان هو ورقه مظبوط ان هو بيقول ان هو في المرحله السنيه دي. تمام. بيبتدي ينزل امتى؟ في 2003 السنه اللي فاتت او السنه دي 2004. فبيبقى في فرق طبعا. مش محتاجه احنا كلاعيبه كوره اشوف حتى لو هو جسمه ملائم او مش فارق قوي، انما فارق بتفكيره وبتصرفاته في الكوره. لو تفرق كمان في 2004 14 سنه، السن صغير يبان السرعه بالظبط. 13 سنه 12 تفرق السرعه والقوه. النهارده لو انت بتكلمني وهو 17 18 سنه خلاص السرعه والقوه اكتملت. طب. فالنهارده لو هو حتى مسنن او مزور فخلاص السرعات تقاربت. انا عايز اقول لحضرتك ان في حالات معانا فرقت سنتين وثلاثه واربع سنين. بيلعب قدامك فرق ثلاث اربع سنين.
3 4 سنين. وبعدين السن الصغير السنه واحده بتبان فيه طب في فرق بين 2003 و2004 سنه واحده تفرق. طب خلي بالك احنا كان عندنا واقعه, كان عندنا تليفون مهم مع الكابتن احمد محفوظ عضو منطقه القاهره, كان في واقعه برضو 2005 كان نادي الغابه ونادي المقاولين العرب. في 2005 لاعب ابراهيم الونش ونادي الغابه قدم احتجاج رسمي لمنطقه القاهره, وصراحه الناس يعني تجاوبت للمكالمه بتاعتنا وطرح المشكله وحققوا فيها, وتم يعني الغاء نتائج اللي لعب فيها ابراهيم الونش في مباراه 2005. طب انا هقول لك على حاجه, 2003 مسابقه كانت السنه اللي فاتت كل مسابقه بتتعمل بيبقى فيه بطل. طيب البطوله دي مين اللي واخدها السنه اللي فاتت؟ مفيش حد يعرف. تعلقت نتائجها. طب السنه اللي قبليها برضه نفس الكلام, مفيش حد يعرف. عشان ايه؟ عشان في فلان وعلان 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 خبط مخبط في بعض. انا معايا ورق عليك وانا انت معاك ورق عليا. أيوة. طب بقول لك خلاص ايه, ما خلبك دي مشكله يعني. كل نادي او كل فريق بيبص دلوقتي انا عايز اخد البطوله. طب ماشي, بعد البطوله بعد 4 5 سنين قدمت مين للفريق الاول او قدمت مين للكره المصريه؟ دي مشكله للاسف يعني, هتلاقي معظم الانديه بتبص تحت رجلها دلوقتي. يعني عايز اقول لك حاجه برضو, انت عشان تعرف ان النادي الاهلي ماشي صح وماشي كويس, احنا عندنا في شباب عادل عبد الرحمن ما شاء الله عمل نتائج كويسه في ال 97 تمام وماشي كويس, لان ما فيش فرصه ان يبقى فيه السن يعني القوه والسرعه اكتملت, ما اكتمل خلاص بقى متساويين. نفس الحكايه مدحت طه في ال 99 واحمد نفس الحكايه في 2001. خلاص الفروق اللي هي ممكن تبان في السن الصغير فرق سنتين وثلاثه خلاص في صالح السن اللي اقوى, منها في المراحل الصغيره بالظبط تبقى باينه وتبقى ظاهره. طب ظاهره, طب هتعملها ازاي؟ هتلاقي واحد سنه مظبوط, ورقه مظبوط, ورقه مظبوط, كل حاجه, بس ما ينفعش. ده خلي بالك الجديد بقى ما بقاش التزوير في الشهاده بس في ولد مسن, ده بقى التزوير كمان. والكابتن احمد محفوظ كان بقول لك معانا على المداخله, التزوير بقى في الكارنيه بتاع المنطقه. الانديه بقت بتزور دلوقتي انديه, وتم يعني في عقوبات على النادي وعلى اللعيب. عايز اخدك بقى برضو لنقطه ابرز المشاكل زي ما احنا بنتكلم عن التسنين, التزوير الملاعب خاصه ان 2004 بيلعب دوري منطقه, فاكيد يعني مش هتلاقي الملاعب كلها زي ملعب النادي الاهلي. يعني المفروض بتبقى فيه اشتراطات وكده, مش عايزين حد يزعل مننا من منطقه القاهره, انما احنا بنتكلم للصالح العام يعني. الملاعب صعبه جدا, ويمكن تبقى يعني ملعب بتاع السكه الحديد صعب جدا. السكه الحديد ملعب الفرع اللي فوق. وبعدين بيلعب فيه معظم الماتشات بتاعت السكه الحديد اللي مشاركه, يعني ملعب اساسي بالنسبه لهم. موضوع صعب جدا, رمل ومطبات وحاجات من دي, يعني ما اعتقدش انها هتفيد حد. فالمباراه بتبقى صعبه جدا, ولو في ظروف برضو متاخره شويه هتلاقي الدنيا ممكن تمطر, الدنيا بتبوظ خالص. ملعب ترابه صح, ملاعب برضو ترتان على مستوى اقل شويه. مش اللي هي الحاجات الجديده, انما يعني ميزتها ان انت بتعود لعيبتك ان هي تقدر تلعب في اي مجال وفي اي وقت. يعني مطرت علينا برضه في وقت كده كنا بنلعب 9:30 الصبح. ماتشاتنا مواعيدها الساعه 9:30. الدوري بتاعك الساعه 9:30. فالدنيا مطرت الصبح جامد. ف يعني قلت لهم من ضمن الحاجات اللي لازم نطلع ايجابيات من الحاجات دي. فكويس ان انت تتعود ان يبقى في الدنيا بتمطر, لان وارد انك تلعب في وقت زي ده. ما هو الدنيا تمطر ماشي, ده حاجه كويسه وممكن تلعب. لا غصب عنك ملعب وحش. بس انا بتكلم في ملعب سيء, يعني ملعب السكه اللي انت بتتكلم حضرتك عليه دلوقتي ده كان فيه لعيبه عندنا في 2005 كسر في انكر رجله 3 شهور في نفس الملعب. نفس الملعب. لا لا فالنهارده برضه بنناشد كل المسؤولين يعني خاصة الولاد الصغيرين, لازم ملاعب مهيئة. النهاردة يعني احنا بنطلع مواهب لمستقبل الكرة المصرية, فما ينفعش ان احنا نقضي على موهبة من بدري او نعجزها من بدري. فدي برضو رسالة زي ما بنتكلم في موضوع التسنين, برضو بنتكلم عن موضوع مهم هو موضوع الملاعب. فالملاعب مهمة جدا, وتوفير برضو الجو المناسب للعيب ان هو يبتكر ومستواه يزيد. أيوة. والحاجات دي بص احنا معانا صور دلوقتي, يعني دي ملعب السكة الحديد. لا صعب يعني طبعا, شايف الملعب عامل ازاي؟ لا لا صعب جدا. وبعدين وانت كمان بتتكلم يا كابتن محمد في نقطة مهمة هي الإبداع. ازاي النهارده لعيب بيتعلموا مهارات الاستلام والتسلم والسيطرة على الكرة في ملعب زي ده؟ كويس. وانت ازاي هتطالب منه كمدرب انه يشتغل الشغل ده؟ ما انا بقول لك اهو, احنا يعني بحاول برضو ان الأولاد يبقى عندهم شخصية في الملعب ويبتدي هجمة. شايف الرصيف؟ يعني شايف الرصيف قريب من الخط ازاي؟ طب لو لعيب مثلا يعني بيجري وخبط في الرصيف ده؟ لا 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 الدنيا لا صعب, لا صعبه جدا. بس ايه يعني لازم تبقى في, يعني لازم يبقى في شروط النفاق, ان انت عشان تلعب في دوري
مش مجرد انك يعني كده وبعدين برضو نادي السكر الحديد من اقدم انديه مصر. اه طب اقدم انديه مصر ما شاء الله عندهم استاد رائع. اقدم انديه مصر فالموضوع يعني حله وتداركه المفروض ان هو يبقى اسهل بكتير. وكان بيلعب في الدوري الممتاز وعنده لعيبه ممكن يسوقهم، ممكن احنا نشوف اللعيبه كويسه، انما ملعب زي ده لا هتشوف لعيبه كويس من عندك ولا من الفرقه الثانيه. تمام. فالموضوع صعب يعني. في مشاكل بقى تانية بتواجه كابتن محمد سعد في الدوري غير التسليم والتزوير الملاعب؟ هو طبعا في لعبه مميزه عندنا في 2004 بيتم الاستعانه بيهم في 2003. بس الفكره ان احنا بنلعب يوم الجمعه ويوم السبت بيبقى 2003. تاني يوم. فبحاول ان انا طبعا هو الموضوع صعب جدا يعني. فبحاول ان انا يبقى عندي التغييرتين الاولانيين بعد ما تبقى في نتيجه مطمئنه والكلام ده، انه بيبقى فيه بياخد شوط بس. التنسيق ده بيحصل ما بينك و التنسيق بيحصل. بس في نفس الوقت برضه بيبقى عليا هيدك ان انا كل تفكيري في ان انا راس الحربه واللي تحت راس الحربه اطلعهم. انما ممكن تبقى في دماغي حاجات تانية، عايز اجرب مساك، عايز اجرب ديفندر. يبقى تغييراتي مش هما الاولويه للاثنين دولت. تبقى في دماغي حاجات تانية، عايز اجرب ديفندر، عايز اجرب باك رايت ادخله جوه واطلع، يعني بتبقى فيه افكار تانية. فكل تفكيري في خلال معظم المباريات ان انا اطلع الاثنين دولت، فبقى تفكيري منحصر اللعيبه اللي هتلعب قدام. انما وفي نفس الوقت برضو انا ما عنديش الرفاهيه ان انا اخد لعيبه من تحت. بالاضافه برضو ان انا عندي مثلا 30 او 35 لعيب، منهم 15 واحد او اكتر من 15 لعيب اجسامهم قليله جدا. انما كره كويسه موجوده انما اجسامهم قليله. عندك مواهب فعلا في 2004 يا كابتن احمد؟ بص، اللي يحكم على حد في السن ده بنسبه 100% يبقى خاطئ بنسبه كبيره. بس في حاجات تبقى مبشره. انما في صح؟ في طبعا في لعيبه كويسه، بس مش هنقول اسماء يعني. انما هيبقوا كويسين. عندهم حاجات كويسه وخامات كويسه. وهيبقوا كويسين لو في استمراريه في واصرار، زي الرساله اللي انت كنت بتقدمها او كانت موجوده من شويه. ان الاصرار والعزيمه وان انت عايز تبقى الافضل. وزي واحد مثلا عايز، او احنا في النادي الاهلي بيبقى في لعيب طالب مثلا جايب 95% وتلاقيه زعلان. احنا عايزين اللعيبه دي في النادي الاهلي. ايوه، في الكوره. فهي دي الروح اللي بيتربى عليها. وبمناسبه كمان بقى المواهب اللي الكابتن محمد سعد بيتكلم عنها، يعني كان في عوده صفقه مهمه جدا، وهو ابن من ابناء النادي الاهلي اتربى داخل النادي الاهلي، رمضان صبحي. نشوف بقى الصور الحصريه. يعني رمضان صبحي، شاف رمضان صبحي وهو لسه صغير شهور. ما شاء الله. ورمضان صبحي ما شاء الله بنتمنى له التوفيق خلال الفتره الجايه. ورمضان صبحي من اللعيبه اللي لها قيمه كبيره وعنده خبرات كبيره وموهبه، يعني خرجت من داخل قطاع الناشئين يا كابتن محمد. يعني عايز اقول لك حاجه، من الحاجات اللي هي لازم نشاور عليها وممكن يبقى عددها قليل. اللعيبه اللي مش عايز اقول اتولدت، لا، اللي هي ابتدت حياتها في الاستراحه بتاعت النادي الاهلي. تمام. وفي قطاع الناشئين من تحت. تمام. لحد ما وصلت. يعني في عماد متعب، في حسام عاشور، حسام غالي، احمد بلال، بالظبط، في اسماء كتير، في لعيبه كتير ابتدت من الحته دي. فريحه النادي الاهلي ومواصفات لعيبه النادي الاهلي وحاجات كتير مهمه جدا ان هي تبقى موجوده في اللعيب. ومجرد الكلام ان انت تتكلم عليها، يعني انا افتكرت مثلا كان مدير قطاع الناشئين في وقت من الاوقات كابتن مصطفى حسين. كان يقول لنا واحنا قاعد معانا كده، قال لك انا عايز اللي ما يعرفكش يعرفك من طريقه كلامك، يعرفك من لبسك، يعرفك من تمرينك، يعرفك من غيرتك، يعرفك من تعاملك في مباراه انت خسران فيها، فهتتعامل مع اللي بعدها ازاي. الظروف مش في صالحك، هتتعامل مع الظروف دي ازاي، هتقف ازاي بسرعه. ده لعيب النادي الاهلي. عايز اعرف بقى علاقتك مع سريعا في الختام مع كابتن فتحي مبروك. لا، كابتن فتحي شخصيه جميله، ومش عايز اقول مربينا. انا كان اول مباراه العبها ماتش بتاع الاهلي والزمالك 3-2 سنه 84 او 85. وكسبنا فيها 3-2. تمام. فجي بعد اسبوع احنا فرحانين وبتاع، فجي ندهنا، انتوا فرحانين كده ليه؟ ايه؟ انتوا كنتوا موفقين والحظ كان معاكم كده. جدعانه انك تكمل.
فكان على طول بيفوقنا بهزار ومش مباشر انما كان يقدر يلمنا يعني. فكان مدربنا واستفدنا منه وهنستفيد منه ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا النهارده كابتن محمد. ربنا يخليك وسعيد ان انا معاك وكل سنه وانت طيب. طيب يا كابتن. بشكر ضيف النهارده اللي كان مشرفني ومنورني كابتن محمد سعد المدير الفني لفريق 2004. مستمرين مع حضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي والاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وبيراميدز. نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي. نستناكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي مع الاشبال.